التأكيد عندهم بحسب الأداة تنقسم إلى 3 أقسام: تشبيه مرسل، وتشبيه مؤكد، وتشبيه بليغ. يتضح هذا بالأمثلة. التشبيه المرسل كأن تقول أنت كالنجم في رفعة، ذكرت الأداة أنت كالنجم في رفعة والنجم مرتفع. التشبيه المؤكد أن تحذف الأداة أنت نجم في رفعة. التشبيه البليغ أن لا تذكر الأداة ووجه الشبه فتقول أنت نجم.